أنا تعبت، أحس بضيق، ما عاد شي أجلس هنا ولا أشوف على شي. ليش؟ ما نزعلش وغثاش منك، من كل شي. أنا ما فعلت لي شي راوي، وأنتي دارين قد بين أفعل جهدي علشان أرضيش وأريحش. ولا فعلت شي، أصدق هذه ما عادش عيشة، أحس إن كل شي فوق راسي. ما عاد أقدرش أرقد، ما عاد أقدرش أتنفس، أتمنى يجي اليوم الثاني ما عاد أصحيش. خلاص، ولا ليش إلا اللي يرضيش، أهم شي عندي عافيتش. مش إيش أجلس أنا؟ كان أنت شتي تصيري؟ شي يصير عن جدة، تشترته. خلاص، افعلي اللي يريحش. ليش شتيت الشاي أنت؟ ويني مرتك؟ تعبة، ما قدرش تفعل شي. بنات هذا الأيام دلوعات. هي خاطرك شمشي. يعني خلاص قررتي؟ أيوه. طيب الله معك، بس بلغيني أول ما توصلي. تمام. وأنت يا بي الله مع السلامة. الله يفتح عليك. مرتك تياه للعمل مريضة ولا الخرجة الأولى؟ هذه صغيرة يا بي. صغيرة ما؟ ما بالله حظك تعيس، ساعة أبوك ولا سبرت للمرة. يابا لازم نصبر عليها، إذا ما صبرناش عليها من عايصبر عليها. وانت داري إني لا عد معها لا أب ولا أم، والمسؤولية كبيرة عليها. الله يكتب أجرك.